السلام عليكم. ابتلى الله تعالى الأنبياء باختبارات ومحن عظيمة، فمنهم من قتله قومه كسيدنا يحيى، ومنهم من سخر منه قومه كسيدنا نوح، ومنهم من ابتلي بالمرض الشديد كسيدنا أيوب عليه السلام. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان من أعظم أنبياء الله بلاء، فقد عانى مع قومه ما لا يوصف من العذاب والمشقة حتى حاولوا قتله. ولا بد وأنكم قد سمعتم عن حادثة اختباء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في غار ثور، ولكن ماذا حدث معهما داخل الغار؟ وكيف استطاع النجاة من مشركي قريش مع أنهم كانوا تحتهم مباشرة؟ تابعوا معنا لتعلموا ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مدة طويلة بعد أن كلفه الله تعالى بالنبوة والرسالة، وكان يدعو قوم قريش فيها للإسلام والإيمان بالله تعالى. ولكن قريشا كانوا قوما متكبرين ومتجبرين، فكذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بسب النبي عليه الصلاة والسلام وإذائه عدة مرات. وعندما أصبح وجوده في مكة خطرا على حياته، أذن الله تعالى لنبيه بالهجرة إلى المدينة المنورة حفاظا على حياته وحياة المسلمين معه. وكان عليه الصلاة والسلام يتردد على بيت أبي بكر كل صباح ومساء، فلما أذن له بالهجرة جاءهم ظهرا على غير عادته وهو متقنع. وكان اختياره لوقت الظهيرة لأن الناس تأوي إلى بيوتها للقيلولة فرارا من الحر، وأما ارتداءه للقناع فيدل على أنه كان يحس بالخطر الشديد، وذلك لأن أهل قريش كانوا قد خططوا لقتله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة بالذات. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في ساعة الظهيرة جاء إلينا رسول الله مقنعا، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له رسول الله: أخرج من عندك. وذلك لأنه كان يريد محادثته دون أن يسمع أحدا حديثهما. فقال له أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأني قد أذن لي في الخروج، أي الهجرة، واستأذن أبو بكر النبي بالخروج معه فأذن له بذلك. وقامت بنات أبي بكر رضي الله عنه بإعداد الفرس لهما وإعداد زوادتين من الطعام، ثم أمر عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه أن يؤدي الأمانات التي تركها النبي إلى أهلها، وأن يأخذ محله فينام في بيته ليشتت الكفار بذلك، فيظن أن رسول الله نائم في سريره، فيلهيهم عن رسول الله ريثما يبتعد عن مكة. ثم غادر عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر من باب خلفي ليخرجا من مكة قبل أن يطلع الفجر، واتجه إلى غار في جبل ثور ليضللا المشركين إن اقطفوا أثرهما إلى المدينة. وعهدا بفرسيهما إلى عامر بن فهيرة ليأخذ فرسيهما من أمام الغار ويعتني بهما كي لا يقطفي أحد أثرهما. وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو شاب ذكي فطن، وكان يغادر الغار قبل طلوع الشمس ويتجه إلى مكة، فيقضي النهار فيها ويسمع الأخبار والخطط التي يضعها المشركون للنيل من النبي، ثم يركب فرسه ويعود للغار عند غروب الشمس ويخبر النبي وأبا بكر بما سمع. وعندما هجم رجال قريش على بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدوه في المنزل، ووجدوا عليا رضي الله عنه نائما في فراشه، وسنروي لكم تلك الحادثة في مقطع منفصل إن شاء الله. جن جنون رؤساء قريش ومشركيها لهروب النبي عليه الصلاة والسلام من قبضتهم وكشفه لمكيدتهم، فجاءوا بأمر مقتفي الآثار ليلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، وجهزوا مجموعة من الفرسان وانطلقوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان، يقودهم أمر مقتفي الآثار في ذلك الوقت. فبحثوا عنهما في كل مكان حتى وصلوا إلى جبل ثور حيث اختبأ النبي وأبو بكر، وكانوا قريبين منهما جدا،
وأنصت النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقع أقدام المشركين تقترب منهم حتى أصبحوا فوقهم تماما. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فمع أنه لم يكن بينهما وبين الموت إلا عدة أمتار، أو حتى إن نظر أحد المشركين إليهما فرأهما لكانت انتهت حياتهما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا من ربه، موكلا أمره إلى الله تعالى، وموقنا بأنه سيحميهما من أولئك المجرمين، وكان الله تعالى عند حسن ظنه. فصرف أنظار قوم قريش عن النبي وصاحبه، وأعمى قلوبهم، وجعل بينهم سدا بإذنه. وفي رواية أن الله تعالى جعل عنكبوتا ينسج بيته على باب الغار، فلما وصل فرسان قريش إلى الغار وجدوا بيت العنكبوت على الباب، فقالوا في أنفسهم: لو دخل إلى الغار لخرب بيت العنكبوت. فأداروا ظهورهم وذهبوا بعيدا عن النبي وأبي بكر. قال تعالى يروي قصة الغار: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فقد حمى الله تعالى نبيه وصاحبه بجنود من عنده، وأنزل الملائكة تحجبهم عن المشركين حتى لا يروهم. ورجع فرسان قريش إلى قومهم يجرون ذيول الخيبة والفشل. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في الغار 3 ليالي، ثم خرج مع أبي بكر في ليلة مظلمة من الغار، وانطلق معهما عبد الله بن الأريقط وهو دليلهما، وعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما. وفي ذلك الوقت كان رؤساء قريش يضعون الجوائز لمن يأتي لهم بمحمد وأبي بكر، حتى وعدوا من يأتي بهما ب100 ناقة، وهي جائزة عظيمة جدا في ذلك الوقت، فلم يكن الخطر قد زال عن النبي بشكل كامل بعد. واستطاع أحد فرسان قريش وهو سراقة بن مالك أن يصل بفرسه إلى حيث موضع الرسول وأبي بكر وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة، فأخذ فرسه ورمحه وانطلق مسرعا باتجاههما، وكان من أقوى فرسان قريش وأشجعهم، فلما دنا منهم تعثرت به فرسه حتى سقط على الأرض، فعاد مسرعا وامتطى فرسه وانطلق نحو النبي عليه الصلاة والسلام، فتعثرت به فرسه مرة أخرى ووقع عنها، لكن حرصه على الجائزة العظيمة دفعه أن يعود ليركب فرسه ويلحق بهما، فسقط عنها مرة ثالثة. فعلم حينها أن شيئا غريبا يحصل أمامه، فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت: أتينا يا رسول الله؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها، فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما إن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا، أي أوفى بعهده لنا ورد كل من كان يتبعنا عنا. حتى وصل نبينا عليه الصلاة والسلام برفقة أبي بكر إلى المدينة المنورة بسلام، وذلك بتوفيق الله تعالى ورحمته. وبذلك تكون تلك المغامرة العظيمة قد انتهت، ونصر الله نبيه وأفشل الكفار. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، واجمعنا معه في جنة الفردوس يا رب العالمين. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.